تاني حاجة معانا عايز أكلمكم فيها التوصية من رابطة الأندية. يا ترى ما هي هذه التوصية من رابطة الأندية يا جماعة الخير؟ رابطة الأندية أوصت برحيل عصام عبد الفتاح. رابطة الأندية أوصت برحيل عصام عبد الفتاح من رئاسة لجنة الحكام. انتوا عارفين الأستاذ أحمد دياب رئيس رابطة الأندية، عضو مجلس الشيوخ، من الناس المحترمين والناس الأفاضل، وهو دايما بيدور على صالح الأندية وبيدور على اللي يرضي الأندية بصفته أنه هو لسان حال هذه الأندية. زميلنا محمد الصاوي في الفجر، جريدة الفجر، اتكلم كلام مهم جدا. قال لك مصدر من الجبلاية يؤكد للفجر: رابطة الأندية أوصت بضرورة إقالة عصام عبد الفتاح من منصب رئيس لجنة الحكام ومنعه من الأحاديث الإعلامية. وقال إن الرابطة طلبت ده بسبب حالة الغضب من جانب الأندية بعد المستوى الذي ظهر عليه الحكام منذ بداية الموسم الجاري ودخول عصام فيما يشبه من خناقة مع النادي الأهلي بالتحديد. الرابطة قالت إن ليس لها الحق في التدخل بعمل الحكام لأنها تتواجد تحت طائلة عمل الاتحاد، ولكن توصياتها بتكون مهمة وبترفعها للاتحاد ولا مشكلة في ذلك، وكل الأمور متاحة في الوقت الحالي، ولكن الرابطة توصي برحيل عصام عبد الفتاح لأنه أصبح صدامي مع الأندية، وتصريحاته الإعلامية تشبه الحرب والخناقات مع الأندية، وأن في حالة غضب كبيرة جدا من الأندية على عصام عبد الفتاح. كمان الرابطة أوصت جمال علام واتحاد الكورة بأن يكون البديل سمير محمود عثمان الحكم الدولي السابق، لأنه يعني بديل كفء ويحظى بشعبية جيدة وعلاقات قوية مع كل الأندية المصرية. حال رحيل عصام عبد الفتاح من منصبه توصي اللجنة بأن يكون توصي الرابطة بأن يكون رئيس اللجنة هو الكابتن سمير محمود عثمان. وإن كان في كلام برضه على أكثر من اسم، ولكن اللجنة رابطة الأندية أوصت بأن يكون البديل سمير محمود عثمان. رابطة الأندية قالت إن سمير محمود عثمان لديه قبول من جانب أندية الدوري الممتاز، ولديه من الخبرات ما يكفي من أجل العبور بتلك المرحلة الصعبة. ده كلام مهم جدا اتنشر على موقع الفجر، وكان لازم نقف قدامه ونشوف يعني مدى إيجابية أو تجاوب اتحاد الكورة مع هذه التوصيات من قبل رابطة الأندية. ده كلام مهم جدا 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 يا جماعة، ويخلينا نقف قدام حاجات كتير. يعني ناس عليكم. سلام عليكم يا محمد، لعلك بخير. ازيك يا بتاع عبد الناصر؟ الحمد لله كله تمام. يعني انت معانا على الهوا، بنرحب بيك في برنامجنا كورة بلدنا، وكل الالاف اللي معانا بيرحبوا بيك. وخلينا يعني لسه بتكلم عن ما كتب في الفجر واللي انت كتبته من توصيات من رابطة الأندية عن توصية برحيل عصام عبد الفتاح وأن يكون البديل سمير محمود عثمان. ما هي التفاصيل يا محمد بالضبط؟ أول حاجة برحب بحضرتك وبرحب بمتابعين البرنامج. ربنا يخليك. تاني حاجة، اللي بيحصل في الجبلاية يعني هنحط تحت بند كده، أو تحديدا في لجنة الحكام، رابطة الأندية مش راضية عنه. رابطة الأندية لا تملك التحكم في أو التدخل في عمل لجنة الحكام بحكم إن هي تحت إدارة اتحاد الكرة. تمام. فبالتالي حصل يعني بعد الجدل اللي حصل الفترة الأخيرة وتصريحات كابتن عصام عبد الفتاح، منها كان حصل الكلام إن رابطة الأندية بتوصية للاتحاد الكرة رابطة اللي احنا بنعمله في المسابقة من تطورات بيضيع
قصاد تصريحات يعني بتحطنا تحت بند ان احنا بنثير الجدل ما بين الانديه. فكان الكلام ان الكابتن عصام عبد الفتاح ولجنته الموقره تتمنع عن التصريحات الاعلاميه بمعنى صريح كده، قالوا له يعني قالوا ان احنا مش هنفضل كل ماتش او كل رمي التماس مثلا بالبلدي كده هنطلع نبرر اللعبه دي اتلعبت ليه وده غلط ليه وده ما بيحصلش في كل الدنيا. اللي بيحصل ده كل ال القرارات التحكيميه بتدار عبر القنوات والمتعاقد مع لجنه الحكام بتطلع لو هتتكلم بتطلع بتتكلم في بيانات رسميه. ده كان الكلام. الكلام دلوقتي كمان ان التوصيه جت لاتحاد الكوره ان الحكام ما فيش تطوير، وكان قدامهم حل من الاثنين، يا جماعه ضموا لجنه الحكام تحت بنود عملنا احنا وبحيث ان احنا نقدر نطور اللجنه، نقدر بقى نشوف نجيب رئيس لجنه حكام جديد واحنا اللي نشرف عليها. وكان الكلام تحديدا كمان بس كان مقترح بنسبه ضعيفه جدا انه قد يكون ممكن مثلا الاستعانه بحكم اجنبي يدير لجنه الحكام لفتره ما، شكل ما حصل في الدوري السعودي وتطور على اثرها اطقم حكام يعني وكده. والكلام الثاني ان احنا بنرشح كابتن سمير محمود عثمان ان هو الفتره الجايه يتولى رئاسه لجنه الحكام، راجل لديه من الخبره ما يكفي ان هو يدير اللجنه وهو اشرف عليها قبل كده ويلقى قبول من جانب الانديه. يعني ده ملخص ما حدث ما بين رابطه الانديه ولجنه واتحاد الكوره. عايز اقول لحضرتك كمان ان في ترحيب من اتحاد الكوره بتوصيات رابطه الانديه، ويمكن الاستاذ جمال علام يعني عنده يعني ترحيب بالكلام ده ان هو ممكن يحصل تطورات الفتره الجايه ومش بعيد يعني بالفتره القريبه دي في خلال يعني مده قصيره يحصل الترتيبات دي والتطورات دي. يعني اللي انت عايز تقوله لي واللي انا فهمته منك ان رابطه الانديه برئاسه احمد دياب شعرت وهي لسان حال الانديه ان عصام عبد الفتاح دخل في خناقه مع الانديه بعد كل مباراه، طلوع في البرامج وخناقات وعكس الناس ولا يعترف باخطائه ومكابر، والموضوع تحول الى خناقه ما بين اللجنه وما بين الانديه. بالظبط، وحضرتك عارف ان رابطه الانديه بتضم مندوبين من الانديه نفسها، فكل يعني عايز اقول لحضرتك 90% من المندوبين اللي هم منوبين عن الانديه في رابطه الانديه 90% معترضين على وجود الكابتن عصام عبد الفتاح في منصبه. وعلى فكره وانا معاك يا محمد في الكلام ده، زميلنا محمد الصاوي يا جماعه كتب في الفجر ان فعلا ان عصام عبد الفتاح اصبح غير مرغوب فيه في رابطه الانديه. بس انا عايز افهمكم محمد معايا، الرابطه دورها ايه؟ زي ما قال محمد فيها ممثلين للانديه، الممثلين للانديه دول زي وزيك حاسين باللي انت حاسس بيه، فهم لقيوا الكابتن عصام بيطلع خناقات مرة مع سيد عبد الحفيظ ومرة مع الزمالك ومرة مع الإسماعيلي، أي حد يختلف معاه بيدخل معاه في خناقة وتسريبات وتجاوزات وحواديت وحكايات. فالرابطة ليس لها سلطات على لجنة الحكام، ففي الحالة دي بترفع توصيات اتحاد الكورة. فرفعت توصية يا جماعة الموضوع مع عصام عبد الفتاح وصل لطريق مسدود، لا اما تدونا اللجنه ونجيب خبير اجنبي يديرها ونطور التحكيم، لا اما تجيبوا سمير محمود عثمان في توافق عليه من الانديه. وهذه توصيتنا لكم. استاذ محمد معانا بيقول لك جمال علام يعني وجد في ذلك استحسان ويعطي لتوصيات الرابطه اهتمام كبير جدا ويعطيها تقدير كبير جدا 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 يا محمد، صح الكلام؟ بالضبط يا كابتن ابو ناصر. طيب ايه الرؤيه اللي جايه من وجهه نظرك؟ الرؤيه يعني في اجتماع، يعني اجتماع بشكل ودي مش هيكون معلن الفتره الجايه ما بين يعني رابطه الانديه واتحاد الكره، هيتم التنسيق ما بينهم الفتره الجايه هتمشي ازاي. فتره التوقف الدولي اللي جاي كمان هتشهد يعني وقت كافي ان هم يقدروا ياخدوا قرارات. عايز اقول لك كمان يمكن اتقال بمناسبه الكابتن عصام عبد الفتاح، اتقال ان هو اتفتح باب بسبب تصريحات كابتن عصام عبد الفتاح الكتيره، يعني اتفتح باب للاجتهادات ونشر تصريحات يعني مكذبه على لسانه ولسان اللجنه
فتحت المجال للصحفيين والوسائل الاعلام ان هم يتكلموا في النقطه دي. الفتره الجايه هيكون في اجتماع، اعتقد ان الاجتماع الجاي دوت اللي هو هيكون بعد يعني في خلال فتره التوقف الدولي، يا اما هي هي يعني هيتقال للكابتن عصام عبد الفتاح نصا كده تقدم باستقالتك، او لو هو رفض هيتم اقالته. واعتقد ان الكابتن عصام عبد الفتاح اعلن في كذا مناسبه ان هو قال ان لو انا غير مرحب بيا هقدم استقالتي. طيب ما لديك من معلومات في حاله غضب في الرابطه من اخطاء الحكام يا محمد؟ يا فندم بقول لك ما لديك من معلومات في حاله غضب كبيره في رابطه الانديه من اخطاء التحكيم؟ بقول لحضرتك 90% من مندوبين الانديه رافضين وجود الكابتن عصام عبد الفتاح في منصبه. ويعني ان هو يعني شكل ما حضرتك يعني تفضلت كده وقلت ان هو اصبح فيه مكابره، واصبح ان هو بيطلع يبرر الاخطاء حتى لو هي غلط ما بيقولش ان هي غلط، يعني هو بيحط الحكام في وش المدفع، وان هم لا يعني حتى لو القرار ده غلط لا هو صح يعني. واتقال بقى ان هو يعني بيقول حاجات روح البار وروح القانون وحاجات ما بتحصلش في التحكيم. كمان تصريحه الاخير اللي هو قاله على الطلاق، يعني ان هو ما قالش للحكام ان الكابتن سعد عبد الحفيظ لو امن على الدكه يطرد. طبعا يعني هم اعتبروه طبعا. هو ما زميلي محمد الصاوي يبدو ان كلامك اللي انت كتبته في الفجر كان ليه صدى واسع، وكلامك دلوقتي مهم جدا وليه صدى واسع. وصلني الان ان النائب احمد دياب عضو مجلس الشيوخ ورئيس رابطه الانديه الان مع الكابتن احمد شوبير بينفي ان الرابطه تكون طلبت رحيل عصام عبد الفتاح. المعلومات اللي عندي ينفي من ينفي، وانا بقول لحضرتك المعلومات اللي عندي وانا واثق منها 100%. يعني ما انا بقول لك يبدو ان كلامك بيوجع، ففي ردود رسمية. الفترة الجاية هتشهد شكل ما بقول لحضرتك تقلبات كتيرة جدا في اتحاد الكورة، وهتشهد يعني تغيرات كتيرة في لجنة الحكام، وانا مسؤول عن كل كلمة انا كتبتها وكل كلمة انا بقولها. يعني دلوقتي ارجع تاني واقول لك عشان برضه ندي حق الناس، دلوقتي النائب احمد دياب رئيس رابطة الاندية مع الكابتن احمد شوبير بيقول طلبنا تطوير التحكيم ولم نوصي برحيل عصام عبد الفتاح. ده رئيس الرابطه اللي بيقول طلبنا تطوير الحكام، يعني طلبنا تطوير الحكام ده يا استاذ عبد الناصر، ده يعني هيتحط تحتها بنود كتير. الشكل اللي انا بقول لحضرتك كده اللي انا بقوله ده من مصدر موثوق جدا، مصدر موثوق 100%. واللي انا بقول لحضرتك يعني كلمه تطوير الحكام اللي هو الكابتن الاستاذ احمد دياب بيقول عنها دي يعني تفتح باب كتير كبير جدا للي انا بقوله، واللي بتاكد معلومتي باذن الله ان في تغيير هيحدث في الفتره القصيره اللي جايه دي. ده يا جماعة الكلام ده انفرد بيه زميلنا محمد الصاوي في الفجر، وعشان اديله حقه كان لازم اجيبه هو اللي يتكلم. وبأكد انا واثق في محمد وكلامه، وانا اؤيده بمليون في المية، كلام محمد صح 100. فعلى فكرة وما دام خرج الاستاذ احمد دياب ينفي يبقى كلام محمد صح، لان هو قال لك ما طلبناش اقالة عصام عبد الفتاح ولكن طلبنا بالتطوير. طب ما هو من ضمن التطوير ان عصام يمشي ونجيب لا اما خبير اجنبي لا نجيب سمير محمود عثمان، مش ده اللي اتقال يا محمد؟ بالظبط. بس اصل هي يبدو ان الحلقه ولعت وانت بتتكلم من قبل ما تسيبنا يعني على راي الاستاذ محمد عواد زميلنا هو كاتب لك تعليق بيقول لك هي كلمه مستتره فيها الاقاله وفيها رحيل اللجنه بالكامل، لان التطوير ليس له طريق الا رحيل اللجنه. بالظبط، ونفي تأكيد. بالظبط. اصلك انت هتطور ازاي؟ تطور فلتغير عتبة بابك. التحكيم خرب الدنيا والناس كلها زعلانة من التحكيم والدنيا بايظة ومفيش مباراة من غير اخطاء فادحة. يعني قول لي التطوير هيكون ازاي؟ خصوصا ان انا كمان عايز قائمة كأس العالم يا استاذ عبد الناصر، احنا ما عندناش غير مساعد واحد في كأس العالم. يمكن كمان الكابتن عصام فتح تباهى بالامر ده وقال ما وصلش كاس العالم في حين الحكام المصريين وصلوا كاس العالم، احنا ما عندناش حكام غير هو ومستعد. ما عندناش غير حامل رايه، وللاسف يعني كنت انتظر رحيل اللجنه بمجرد اعلان اسماء حكام كاس العالم.
يعني عدم وجود حكم مصري في كأس العالم وفي دولة عربية لأول مرة في التاريخ قدر؟ حصلتش. يعني كان من المفترض أن ترحل اللجنة قبل كده. مباشرة. طب لماذا لا يطرح اسم جمال الغندور يا أستاذ محمد بما أنك أنت خبير في هذا الملف وفتحته من جميع جوانبه في الفجر؟ لماذا لا يتم الاستعانة بجمال الغندور، أو لما يكون عندنا حد بوزن جمال الغندور لماذا لا نستعين به؟ اعتقد ان يعني انا ما عنديش المعلومه الكافيه في الكابتن جمال عبد الجمال الغندور، بس انا اعتقد او اتقالت يعني قدامي من فتره ان الكابتن جمال الغندور رفض العوده للعمل كرئيس اتحاد رئيس لجنه الحكام في الفتره دي. لا، هو الكابتن على وجوده في الفتره دي، الكابتن جمال رفض العمل متطوع، لكن الكابتن جمال مع الاحترافيه ومع ان الراجل يعمل تطوير بمعنى كلمة تطوير، ولكن باحترافية للجنة الحكام وليس من خلال العمل التطوعي. أنا بقول لحضرتك المعلومة اللي عندي، قد يكون أنت بتتكلم صح فعلا، بس اللي اتقال قدامي الكابتن جمال الغندور رفض أو رفض التواجد في الفترة الحالية. هو مكتفي بعمله في تحليل المباريات، وهو يعني بمعنى صح هو حابب يريح دماغه في الفترة دي دلوقتي، مش عايز يرجع لرئيس لجنة الحكام وسط الجدل اللي بيحصل ده. تمام، فهمت. ده كل ما لدينا في هذا الملف يا جماعة. وارجع واقول بشكر محمد على انفراده في الفجر، انفراد الكل بيتكلم عليه، وانا يعني جبته اولا عشان اشكره واديله حقه، وثانيا عشان نفهم منه التفاصيل. بشكرك على كل هذه المعلومات يا صديقي العزيز. العفو يا عبد الناصر، شكرا لحضرتك. تحياتي ليك، شكرا جزيلا. ده زميلنا محمد الصاوي في الفجر يا جماعة، شرح قضية الساعة. رابطة الأندية توصي برحيل عصام عبد الفتاح، رئيس رابطة الأندية طلع مع الكابتن شوبير وقال لك احنا بنطالب بالتطوير ولم نطالب برحيل عصام عبد الفتاح. جبنا لكم الأستاذ محمد الصاوي في الفجر الذي انفرد بكل التفاصيل الخاصة بهذه التوصيات وهذا الملف، وشرح لكم الموضوع من طقطق. لسلام عليكم.